معكم هدى عثمان لتقديم تقرير العملات اليومي من بورصة نيويورك لليوم الثامن من شهر مارس لعام 2013. اليوم نجد أن اليورو قد انخفض أمام الدولار الأمريكي وبعد أن صدر تقرير العمالة الشهرية عن الحكومة الأمريكية والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي ل 236 ألف وظيفة خلال شهر فبراير. معدل البطالة أيضا ينخفض إلى أدنى مستوياته خلال أربعة أعوام، ينخفض إلى 7.7%. نبدأ باليورو مقابل الدولار، ويتم تداول الزوج عند مستوى دولار فاصل 30.05، وتوقعات المحللين بتريدينج سنتر هو ارتفاع هذا الزوج. الزوج يواجه تراجعا عند مستوى الدعم وقبل الاتجاه للارتفاع، ومؤشر كوينز بي الار اس اي يقف فوق منطقة الحياد. أما بالنسبة للدولار مقابل الين الياباني فيتم تداول الزوج عند 96.25، وتوقعات تشير إلى ارتفاع هذا الزوج. الزوج ما زال مرتفعا ويخترق مستواه العالي السابق، ومؤشر كوينز بي الار اس اي يتجه بالاتجاه الصحيح. أخيرا اليورو مقابل الين الياباني يتم تداول الزوج عند مستوى 125.03، وتوقعات تشير إلى ارتفاع هذا الزوج. الزوج يخترق مستواه العالي السابق، من المتوقع أن يستمر في الارتفاع، حيث أن مؤشر كوينز بي الار اس اي يتجه بالاتجاه الصحيح. وبذلك ننتهي من تقريرنا لهذا اليوم، ونشكركم لمتابعتنا.